72 عاماً مرت على نكبة عام 48. 72 عاماً مرت والفلسطينيون متمسكون جيلاً بعد جيل بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً. 72 عاماً مرت والقضية الفلسطينية تقف على مفترق طرق. صفقة قرن مشبوهة، أطماع إسرائيلية جديدة في أراضي الضفة الغربية، وقطار تطبيع تركبه بعض الأنظمة العربية. أصيب اليوم عدد من الفلسطينيين بينهم مسنون بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء فعالية لإحياء ذكرى النكبة في بلدة الساوية الواقعة بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال قابلت المتظاهرين بالرصاص المطاطي والقنابل الغازية ما أدى إلى وقوع جرحى بين الفلسطينيين. ظنوا أنهم لن يقمعوا أثناء الصلاة، ظنوا أن تقدمهم في السن سيشفع لهم، ولكن ظنهم خاب. سقط بعضهم جريحا بين الجبال التي جاءوا لحمايتها من الاستيطان بعد أن صوب جيش الاحتلال قنابله إلى صدورهم. فلسطينيون جاءوا لإحياء ذكرى النكبة فأصيبوا برصاص الاحتلال وقنابله. الآن على ما يبدو أن شاب أصيب بالرصاص. على ما يبدو هناك قوات الاحتلال تقمع هذه الفعالية التي جاءت لإحياء الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية. الفلسطينيون لم يقتنعوا بإحياء ذكرى النكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زمن كورونا، فجاءوا لزراعة أراضيهم على الطريق بين نابلس ورام الله، لكنهم لم يستطيعوا غرس شجرة واحدة. ليس هذا فقط، إنما أحرقت قنابل الاحتلال حقولهم المزروعة، كما أحرقت الأيادي التي جاءت لتزرع. جئنا لنوصل رسالة لهذا الاحتلال الذي يراهن على الزمن ويراهن أن كبارهم سيموتون وصغارهم ينسون. جئنا نقول لهم ها هم الكبار والصغار في هذه الأرض باقون. 6 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي واثنان أصيبا بالقنابل، أحدهما هذا المسن الذي فقد الوعي منذ بداية القمع وظل طريحا في الشارع حتى نهايته. من يجرح في هذه الأرض هو آخر من يغادرها، حتى لو كان ذلك رغما عنه. من أراضي قرية الساوية بين نابلس ورام الله، عميد شحادي، العربي. وفي احتمالية ضم إسرائيل لأراضي من الضفة الغربية، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن إقدام إسرائيل بالفعل على ضم أجزاء من الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن. العاهل الأردني أضاف خلال مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية أن أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب ستؤدي إلى مزيد من الفوضى والتطرف. في زمن النكبات والخيبات وانسداد الأفق وانشغال العالم بأزماته الاقتصادية والسياسية جراء وباء كورونا، تحل الذكرى 72 لنكبة فلسطين والقضية على مفترق طرق خطير. الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الانشغال ويتجرأ على تنفيذ ما بات يعرف بصفقة القرن، ويعمل على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية ومناطق الأغوار في تهديد مباشر للإطاحة بالقضية برمتها وضرب الأمن القومي العربي في مقتل. تهديد تتسع تداعياته إلى دول الجوار، إلى الأردن، إلى الجوار الأقرب الذي يجد نفسه مهددا في معنى وجوده الجغرافي السياسي كدولة، وهو الوصي على المقدسات في الضفة والقدس. فكلام العاهل الأردني الذي جاء محذرا من الصدام مع بلاده إذا ما ابتلعت إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية يرسل تهديدا لا لبس فيه عن عدم قدرته على التصالح مع فكرة الدولة الواحدة، وأن انهيار السلطة الفلسطينية سيغرق المنطقة بالفوضى والتطرف. يشترك المجتمع الدولي مع قراءة الملك عبد الله الثاني
الذي يدرك أن أي ضرر يلحق بحل الدولتين سيعني عدم انضباط قواعد الصراع وانزياحه عن الاتفاقات والتفاهمات الدولية التي رعتها الدول الكبرى، وستجبر السلطة الفلسطينية على أن تكون بحل منها كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن الأجيال الجديدة من صناع النكبة تصر على الإمعان في دعم دولة الاحتلال، بل وتتبنى مواقفه في فرض السيادة على المستوطنات التي تمزق بقايا الخريطة الفلسطينية. يدعمها في ذلك دول عربية كانت قبل ذلك تتستر وراء نظام عربي قد تهاوى، كاشفا التواطؤ والمواقف مجردة كما هي. رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أي قرار أحادي الجانب بضم الضفة الغربية ومنطقة الأغوار من إسرائيل، وأكد الوزراء في اجتماعهم ضرورة احترام القانون الدولي والعمل على تفادي أي عملية لضم عملية ضم إلى ذلك. تستبعد مصادر أوروبية أن تتخذ بروكسل أي إجراء ضد إسرائيل في الوقت الحالي. الآن سينضم إلينا من برلين في ألمانيا عبر سكايب ماجد الزير، رئيس مركز العودة الفلسطيني ورئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا. سيد ماجد، مرحبا بك. ماذا عسى دول الاتحاد الأوروبي فاعلة في مواجهة تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أيضا الدعم الأمريكي يجب أن لا ننسى في موضوع طبعا ضم أراضي في الضفة الغربية؟ دول الاتحاد الأوروبي في حالة حرج شديد جدا، قامت فلسفتها واستراتيجيتها فيما يتعلق في عملية السلام في الشرق الأوسط على مبدأ الدولتين، وهي تدفع فاتورة أي اتفاق كان وما زالت. الانفراد الأمريكي والعربدة الأمريكية في العالم وعدم الاكتراث لأي حلفاء في أي سياسات تطبيقية سواء في الشرق الأوسط أو في موضوع المناخ أو في أي أحرج الأوروبيين أيما إحراج، هذا الموقف الأوروبي علينا أن نستثمره نحن كفلسطينيين شيء من الضغط على الأوروبيين، لأنهم يملكون أسلحة مهمة. اتفاق الاستراتيجي الثنائي ما بين دولة الاحتلال هو الأكبر مع الاتحاد الأوروبي. دولة الاحتلال هي تتربع في وسط الاتحاد الأوروبي ضمن ما يمكن أن يكون النسيج السياسي والقانوني والثقافي والاجتماعي، فبالامتداد الطبيعي لدولة الاحتلال هو الاتحاد الأوروبي. هنا يأتي ممكن أن نضرب على عصب دولة الاحتلال وما إلى ذلك، فبالإمكان تطوير إن شئت. إذا بقينا نحن كفلسطين التعامل مع موقف أوروبي يعني يعتبر يكون ابتدائي في رفض أي سياسات لدولة الاحتلال في الضم أو التعامل مع الضفة الغربية على أنها منطقة غير محتلة ويتعاملون بها بأريحية، هذا مهم في هذا الجانب. سيد ماجد، سيد ماجد، هناك من يقول بأن الشيء الوحيد الذي إن فعلته أوروبا فإنها تستطيع أن تضغط على إسرائيل من أجل التراجع، وهو مسألة فرض عقوبات على إسرائيل. ولكن حتى هذه النقطة مسؤول أوروبي كبير صرح اليوم بأنه ليس هناك إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي على موضوع العقوبات، وبالتالي فإن هذه البطاقة سحبت. دولة الاحتلال تتعامل مع الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي منفرد حتى تصل إلى قرار جماعي مخفف باتجاه أن لا يضغط عليها. هنا وقد قرأت دولة الاحتلال الواقع العربي والمنظومة العربية اللي هي في حالة انهيار والانقسام الفلسطيني قراءة جيدة، فما يحدث من سياسات من دولة الاحتلال ودعم أمريكي هو نتيجة طبيعية للوضع الفلسطيني الداخلي والوضع العربي الذي شاهدوه وقيموه وعايشوه في موضوع القدس، في موضوع الأونروا، في كل المواضيع السابقة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية أحادية الجانب، ولم يكن هناك رد فعل، بل بالعكس هناك شيء من التماهي تحت الطاولة من قبل بعض الدول العربية مع السياسات الأمريكية ومع المغازلة مع ما يعرف بالتطبيع الجديد مع دولة الاحتلال. هنا يأتي أهمية الموقف الفلسطيني، والموقف الفلسطيني فقط في ظل ما نشهده في المنطقة العربية. ثم المحور فيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية، الجوار الأردني اللي هي معنية بشكل استراتيجي، والأمن القومي الأردني ضمن الأمن القومي العربي، هذا مهم جدا. فالتنسيق أو الوسط الفلسطيني الداخلي والتنسيق مع الأردن هو بالإمكان أن يحدث شيء، والاقتراب من أوروبا. سيد ماجد، أود أن أسألك عن طبعا هنا ليس هناك شك في الجهود التي تقوم بها المنظمات والجمعيات الفلسطينية في أوروبا لدعم القضية الفلسطينية، ولكن كل هذه الجهود
هل تؤتي أي نتيجة فعلية يمكن أن تترجم على أرض الواقع في الضغط على السياسة الخارجية الأوروبية تجاه إسرائيل؟ بالتأكيد لو تم استثمارها استثمار حقيقي، لو توفرت لها الظروف. أنت بتتكلم حضرتك عن نصف مليون فلسطيني أصبحوا يعني بالنسبة غالبا مواطنين أوروبيين بكامل حقوقية، في منهم من تبوأ مقاعد في السياسة الأوروبية المتقدمة ما بين وزير أو نائب، أيضا في مجاميع عربية ومجاميع دعم الحق الفلسطيني. هذا يعني أثمر في الماضي، هناك مساحة دعم للقضية الفلسطينية متقدمة نشاهدها بشواهد عديدة لا يتسع المجال للتسمية هنا وهناك. ولكن نعم، إذا أردنا أن نتكلم عن استراتيجية فلسطينية ضمن استراتيجية عربية للتعامل مع القضية الفلسطينية للشيء ينكسب مساحات في السياسة، هناك إمكانية وإمكانية كبيرة جدا ومتقدمة وملحوظة. الاتحاد الأوروبي هو مفتوح على كل من أراد أن يضغط عليه. لوبيات تنتشر في العواصم الغربية، في عاصمة القرار في بروكسل كما يفعل، وهذا لا بأس به، كما يفعل اللوبي الصهيوني الذي ينفق في هذا المجال ويؤسس لمؤسسات في 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 حواضر الدول الغربية ويتابع في كل المنصات الدولية. هذا سيقلب الطاولة. دولة الاحتلال كيان هش بكل ما تعني الكلمة، رغم كل ما يظهر من مظاهر قوة وما إلى ذلك، ولكنه يمكن أن يضغط عليه ويضغط عليه بسهولة. وأي دراسة ميدانية واضحة في 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 في, في العواصم الغربية تشاهد كم هو يتراجع مع أي حادثة أو أي حالة تماسك لصالح الحق الفلسطيني، سواء من الصين أو عرب في هذا الجانب. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد الزير، رئيس مركز العودة الفلسطيني ورئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا من برلين. الآن إلى ما يوم مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك بدر، أهلا بكم. حب الأرض والتأكيد على الحقوق الفلسطينية لم توقفه إجراءات الطوارئ التي يفرضها فيروس كورونا، حيث انتقلت فعاليات أحياء الذكرى 72 للنكبة من مظاهرات وفعاليات إلى العالم الرقمي. ومن ضمن هذه الأنشطة تطبيق مجاني تحت اسم فلسطين VR بهدف ربط ملايين الفلسطينيين في الشتات ببلدات وقرى آبائهم التي بات بعضها الآن مهجورا. وقال سالم براهما مؤسس التطبيق أن هذه الخدمة توفر 47 جولة افتراضية لغزة والقدس والضفة الغربية، سواء موجود داخل الوطن أو مش موجود داخل الوطن، بتحس حالك موجود فيها، في بلادك وبيوتك ومحلاتك القديمة، في كل مكان ممكن له رمز ودلالة لإلك، سواء دينية سواء وطنية سواء شو مكان. يعني بتلاقي حالك في القدس عايش زيك زي أهل القدس، تمشي بينهم بتشوف أحياءهم، بتشوف المباني القديمة، الخانات، الأسواق القديمة. هذا إحساس يعني لحاله يعني. يمكن الوصف قليل لما بدك تحكيه، هو شيء من الداخل، بتحس بسعادة داخليا. وكانت منصات التواصل الاجتماعي إحدى وسائل التذكير بالحقوق المسلوبة، ومع غياب الفعاليات والندوات الحية كانت تلك الافتراضية حاضرة عبر تطبيق زوم. هاشتاجات كثيرة انتشرت وتنوعت التغريدات بين التذكير بالحقوق المسلوبة وبين الحديث عن عدم جدوى القوانين الدولية الصادرة. المفكر عزمي بشارة غرد: لا يوجد مثل الشعب الفلسطيني من يعرف أن القانون الدولي إذا لم يوجد من لديه القوة ليفرضه أو يطبقه يصبح مجرد كلام يردده السياسيون والحقوقيون في غياب استراتيجية تستند إلى قوة من نوع ما. وحمزة النسور كتب: نعيش ونستذكر 15 من أيار عام 1948، التاريخ الذي أعلنت فيه النكبة الإنسانية الكبرى التي أعطت من لا يملك لمن لا يستحق. لن ننسى أن القدس عربية وستبقى كذلك جيلا بعد جيل، ولن يضيع حق وهناك من يطالب به. ومحمود مشتهى غرد: النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة وبكل وضوح، فهي ممتدة حتى وقتنا الحالي ومستمرة حتى يومنا الحاضر. النكبة ليست بماضي، النكبة أمسنا ويومنا وغدنا حتى يوم التحرير. وعمر الرئيس كتب: فلسطين القضية التي كشفت نفاق العالم وخذلان العرب والمسلمين، ودعايات الوعيد للكيان الصهيوني من فوق الطاولة ومن تحتها علاقات وتقارب. بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية الفقرة، عودة إليك بدر. شكرا جزيلا معي.
وفي متابعة للذكرى، النكبة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعداد مخططات تهدف إلى تقليص نفوذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لا سيما في مدينة القدس. وتتركز محاولاتها بتقويض دور الأونروا خاصة في مخيم شعفاط بالقدس، لكونه المخيم الوحيد الذي يقع ضمن حدود بلدية الاحتلال في المدينة. بين أزقة مخيم شعفاط كبر صالح محمد علي. 310 هو رقم أول منزل سكنته عائلته في هذا المخيم في ستينيات القرن الماضي. هجرت عائلته عام 48 من قرية بيت ثول غرب القدس، وفي النكسة هجرت مرة أخرى من حارة الشرف داخل البلدة القديمة. ورغم مرور كل هذه السنوات، إلا أن أهالي المخيم متمسكون بالعودة إلى أرضهم، وهم يلقبون أنفسهم بأسماء قراهم التي هجروا منها. حكيت أقول العيلة بكلوا، لا أنت عائلة الثولة، عائلة يالو، عائلة المالحي، عائلة كل واحد مش ناسي قريته. هذا المخيم أسسته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 65 من القرن الماضي. تهدده بلدية الاحتلال في القدس بكف يد الأونروا عنه بحسب تقارير إسرائيلية. فسلطات الاحتلال لم تترك أي فرصة لمهاجمة الوكالة، وازدادت الحملة عليها ضراوة بعد أن أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلها قبل عامين. ننظر بعين الريبة والشك لأي مخطط تنتهجه بلدية الاحتلال الإسرائيلي أو أي جهة أخرى للانتقاص من دور الأونروا والانتقاص من حقوق اللاجئ الفلسطيني. تعود أصول اللاجئين في مخيم شعفاط إلى نحو 55 قرية من قرى القدس ويافا واللد والرملة، ويصل عددهم إلى ما يناهز 18,000. تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم شعفاط إلى مضايقات من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى سحب نفوذ الوكالة من المخيم، فهذا هو المخيم الوحيد الذي يقع ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس. أحمد جردات، العربي، مخيم شعفاط. يعيش فلسطينيو الأغوار منذ نكسة حزيران عام 67 في منطقة جغرافية على شكل مثلث أضلاعه الحواجز والمعسكرات والمستوطنات، لكن ماذا عن تفاصيل تلك الحياة التي يعيشها الفلسطينيون هناك؟ عندما سار مراسلنا عائلة في الأغوار لم يجد بابا يدقه، لأن الاحتلال لم يترك لهم بابا. هكذا يستأذن لدخول البيوت في الأغوار. محمود، بالنداء. محمود، تموت الخصوصية هنا، لأن الدق 3 مرات على باب بيت هاي البشارات أمر مستحيل. الاحتلال لم يترك لهم بابا إلا وخلعه، لم يترك لهم غرفة إلا وهدمها. وسويت أبواب وهدموهن. الخيمة قاعدة، لما أنا بحط الخيمة بيجوا بيصادروها. كيف بدي أحط أبواب؟ كم مرة أنا بدي أحط أبواب؟ هايل أب لعشرة أبناء وبنات وجد ل70 حفيدا وحفيدة. كان من المفترض أن يعيشوا كلهم هنا، لكنهم تشتتوا بعد هدم بيوتهم، وبقي عنده ابنه محمود يقارعان معا لوحدهما. على كلام بدنا مساندة. أنا ما بقدر أكمل جيش إسرائيلي لحالي. أنا موجود هون في منطقة مخلية، إذا بيجوني في الليل بعرف شو بساوي. أنا لحالي شو بدي ساوي؟ بتضارب أنا وجندي، واثنين، ثلاث، عشرة، بعدين. عاش هايل حياة مليئة بالمشقات، أينما ولى وجهه ترفرف أعلام الاحتلال، وعندما رفع علم وطنه على خيمته حرق جنود الاحتلال زيتونه فتيبست شرايينه، أصيب بجلطة. أنا دمي محروق على اللي حصل لي، وما حدا سائل عني. بدي أقول لك إشي، يعني لما أنا ينهد لي 20 غرفة باطون لحد الآن. لغاية الآن تصل لهاي الإخطارات هدم لخيمته. ذابت الأوراق من كثرة ما فتحها وأغلقها أمام الكاميرات، لكن شيئا لم يتغير. أن يسمعوا دقة باب هو منتهى أحلام عائلة بشارات في الأغوار، والباب يعني بيت، والبيت يحرم الاحتلال وجوده لغير مستوطنيه.
عميد شحادة العربي، الأغوار. تأتي ذكرى النكبة بينما يعيش فلسطينيو مخيمات لبنان أوضاعا معيشية صعبة، إذ يزيد جمود قانون العمل اللبناني من الحصار المفروض عليهم. في لبنان خريجو كليات الهندسة من الفلسطينيين يعيشون نكبة الحرمان من مزاولة مهنتهم، كما عاش أهلهم نكبة التهجير. عبر شرفة منزل أهله ينظر محمد إلى المستقبل. المنزل الذي كان يفترض أن ينتقل إليه بعد تخرجه مهندسة، مشروع لم يوفق في تنفيذه على عكس مشاريع أخرى عديدة أنجزها. هو اللاجئ الفلسطيني الذي ينجز تصاميم هندسية لمشاريع البناء، وينتظر هندسة التشريعات من دولة لبنان لمنحه رخصة مزاولة المهنة. يجود مع خرائط، وهو الذي لم يعثر على طريق لترخيص عمله. يقيس المساحات بعدما كان يقيس الزمن المتبقي لصدور اعتراف رسمي به. أنا أي تصميم عم بشتغله، أي ديزاين عم بشتغله، بضطر إنه يروح عند مهندس لبناني مسجل بالنقابة ليقدر يمضي للترخيص. هذا الشيء كان عم بسبب إنه المهندس اللبناني بياخد 75% من قيمة الأعمال، وأنا باخد ربع الأجر. طارق عكاوي هو الآخر، نجح في مجال إدارة الأعمال وأسس شركة لشراء العقارات، لكنه لا يستطيع تسجيل ما يشتريه إلا باسم زوجته اللبنانية. الناس تعيش يوم بيوم، يعني بيشتغل اليوم بيكون قادر يأكل ويطعم عائلته، إذا تعطل أكثر من يوم أو يومين بالأسبوع بيضطر أنه هو يستدين من الدكان أو من اللحام أو غيره أو ما إلى ذلك. مع كل إحياء لذكرى نكبة التهجير والشتات، يتذكر الفلسطينيون حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. هنا وقبل قرابة عام خرج الفلسطينيون للمطالبة بحق العمل دون شروط معقدة، واليوم ينتظر موعدو مشروع قانون الأخوة اللبنانية الفلسطينية تنفيذه، وهو مشروع يطالب بالحقوق كلها مع الاحتفاظ بالجنسية، وهو بحسب المتابعين لا يحمل الاقتصاد اللبناني أي خسائر. حسن خريص، العربي، بيروت.